في تقارير طبية بتقول انه الشخص مش محتاج انه يتلقى جرعة تانية من لقاح الانفلونزا لتحسين حالته المناعية او الحالة المناعية لهذا الشخص. المهم انه يكون تلقى الجرعة بشكل سليم، وده كافي جدا للوقاية من المرض. بما ان احنا دلوقتي على ذكر فصل الانفلونزا، صحيح، وفي تقارير تانية المفروض لازم تتكلم عن احنا لابس نلبس فانيلتين لان الجو تلج، ونلبس جواكت ونتقل وبطاطين لان الجو صعب جدا اليومين دول. طيب على ذكر مصل الانفلونزا، شهر امشير بدا النهارده، طوب امشير طبعا معروف الجو بيكون عامل ازاي، بدات معاهم طبعا مخاطر تقلبات الجو اللي وارد جدا يصاحبها امراض فيروسيه تنفسيه. تفاصيل اكتر بينضم لنا عبر زوم الدكتور امجد الحداد، استشاري الحساسيه والمناعه بالهيئه العامه للمصل واللقاح. يا دكتور صباح الخير. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على الساده المشاهدين. يا اهلا بيك يا فندم. تقارير صحيه خرجت واكدت انه لقاح الانفلونزا ملوش لازمه ان احنا نكرره في نفس الموسم، هل ده صحيح ولا لا؟ طبعا نفصل ما بين فئتين في العمر، فئه فوق 9 سنين هو بيؤخذ مره واحده فقط لا غير، ايا كان اتخذته قبل كده ولا لا، لا داعي ان احنا ناخد جرعه تعزيزيه اخرى. اللي هو اللي سنه فوق 9 سنين هو بياخد حقنه واحده فقط لا غير وما بتتكررش تاني. طب الفئه العمريه من 6 أشهر لـ9 سنين، لو طفلي في الفئه العمريه ديت واول سنه ياخد لقاح الانفلونزا ما خدوش قبل كده، هياخد جرعه الان مثلا وجرعه اخرى بعد شهر تعزيزيه. لو ابني بياخده كل سنه ومعتاد تكراره هي جرعه واحده فقط لا غير، لا داعي لاخذ اي جرعه تعزيزيه اخرى. بمعنى ان جرعه واحده فوق 9 سنين هي كافيه تماما، مفيش داعي ناخد جرعات اخرى. تحت 9 سنوات لو ابني اول سنه ياخده في حياته بنديله جرعه تعزيزيه اخرى بعد شهر. لو ابني انا معتاد كل سنه بديله في شهر 9 شهر 10 شهر 11 شهر 12 لقاح الانفلونزا هي حقنه واحده فقط لا غير، لو انا بعتاد ان انا اديها له كل سنه. طب دكتور اللي بيتلقى اكتر من جرعه، هل ده مضر ولا بتبقى بس ملهاش لازمه او مش مؤثره؟ طيب خلينا السؤال ده مهم. طب انا قلت ان احنا اللي فوق 9 سنين هي جرعه واحده كفايه، طب لو هو خد جرعه اخرى هل في ضرر؟ لا يوجد ضرر ولا يوجد فائده، يعني مفيش ضرر لو انت خدته، برضه مفيش فائده لان جرعه واحده بتكفي بنسبه كبيره جدا للوقايه من الانفلونزا، من الاربع فصائل بتوع الانفلونزا اللي هم اشد واشرس 4 فصائل. لان لقاح الانفلونزا السنه دي يسمى باللقاح الرباعي، ليه لقاح رباعي؟ لانه بيحتوي على اشد واشرس 4 فصائل انفلونزا موجودين حول العالم، فبالتالي جرعه واحده كافيه جدا. طب لو خدت جرعه اخرى هل هناك ضرر طبي؟ لا يوجد ضرر طبي. طب هل هناك داعي طبي؟ لا يوجد ايضا داعي طبي لاخذ جرعه تعزيزيه اخرى من لقاح الانفلونزا. طيب دكتور، في ناس ممكن يجي لها نزلات برد ثقيله انفلونزا ويقول لك ده انا واخد المصل بتاع الانفلونزا، طب جات لي ازاي؟ فهل الموضوع ليه علاقه ولا ان انا اخد المصل ده بيقلل الاعراض فقط؟ طب السؤال ده شهير جدا. هو احنا في موسم الشتاء وداخلين على امشير واحنا ده موسم تقلبات جويه، هل هناك فيروس تنفسي واحد منتشر الان؟ هفاجئك اقول لك ان احنا عندنا 4 فيروسات تنفسيه، عندنا البرد، عندنا الانفلونزا، عندنا المخلوي اللي بيصيب الرضع وبيصيب الكبار، عندنا كورونا بمتحوراته، والاربع فيروسات دول تتشابه اعراضهم بنسبه كبيره جدا، ويصعب على اي شخص يقول هو عنده برد ولا انفلونزا ولا مخلوي وكورونا. بمعنى ان انت ممكن تاخد لقاح الانفلونزا وبعد اسبوع يجي لك برد ولقاح الانفلونزا لائق من البرد، ممكن تاخد لقاح الانفلونزا وبعد اسبوع يجي لك كورونا وتقول ايه ده انا واخد لقاح الانفلونزا ازاي يجي لي انفلونزا وممكن تبقى دي كورونا. ممكن تاخد لقاح الانفلونزا ويجي لك المخلوي وتقول برضو ما انا خدت لقاح الانفلونزا طب ازاي يجي لي برد. لا يا جماعه، هنفصل من الاربع فيروسات، الانفلونزا ولقاح الانفلونزا يقي من الانفلونزا فقط، لا يقي من نزلات البرد، لا يقي من المخلوي، لا يقي من كورونا. طب هو مهم؟ طب ما احنا هيجي لنا؟ لا، الانفلونزا فيروس ليه نسب وفيات عالميه، فيروس خطير، ليه مضاعفات خصوصا على كبار السن واصحاب الامراض المزمنه ومرضى الحساسيه، فبالتالي لما انا اقي من 4 فيروسات انا شايف اشدهم خطوره الاتش 1 ان 1 او الانفلونزا، انا كده وقيتك من التهابات رئويه قد تحدث لك. ايه المانع ان انت يجي لك دور برد بسيط وتخف منه وتتعافى؟ لكن الخطوره ان دور البرد لكن اللي هو مش محتاج مثلا ان انا اخد 4 لقاحات. لا، ما هو ما فيش للمخلوي لقاح، البرد العادي ده ملوش لقاح، هو عندنا كورونا وعندنا انفلونزا ليهم لقاحات. لو انا كبير سن وعدى عليا 6 أشهر ممكن اخد جرعه تعزيزيه من لقاح كورونا او اخد لقاح الانفلونزا او اخد الاثنين، وما فيش مانع طبي ان انا اخد جرعات تنشيطيه من كورونا وان انا اخد لقاح الانفلونزا، لا يوجد اي داعي طبي، لا يوجد اي مانع طبي نهائيا ان انا اخد الاثنين بنفس التوقيت. انا كبير سن، مريض حساسيه، مريض سكر، عندي مشاكل مناعيه كبيره جدا، المانع ان انا اخد لقاح الانفلونزا كل سنه؟ المانع ان انا اخد لقاح تنشيطي او جرعه تنشيطيه من لقاح كورونا في ظل وجود تحورات؟ انا وقيت نفسي من اشد واخطر مجموعه فيروسات قد تكون لها مضاعفات على كبير السن،
جالي بقى برد بسيط هتعافى منه بسهوله، جالي مخلوي هتعافى منه بسهوله، بقيه الادوار دي التعافي منها بيكون جيد جدا. الخطوره تكمن في الانفلونزا، لان زي ما قلنا من زمان من قبل كورونا الانفلونزا ليها مضاعفات خطيره، من ضمنها الالتهاب الرئوي والتهابات الاذن الوسطى. هو فيروس من زمان ليه نسب وفيات مسجله عالميا، مين الاكثر عرضه للدخول في مضاعفات فيه؟ الفئات اللي احنا قلناها، مرضى حساسيه الصدر، مرضى السده الرئويه، مرضى السكر، مرضى القلب، مرضى الضغط، الحوامل، كبار السن، كل دول فئات اكثر عرضه. طبعا فئات المنظومه الطبيه اللي بيتعاملوا مع المرضى دول اكثر عرضه ان هم يصابوا بالانفلونزا ويدخلوا في مضاعفات خطيره منها. دكتور امجد، المكان المناسب لتلقي هذه اللقاحات هل ممكن من خلال صيدليه ولا لازم مثلا المصل واللقاح؟ طب احنا عندنا وزاره الصحه موفراها في مراكز صحيه بصوره مدعومه، عندنا المصل واللقاح بسلاسل تبريده. هو ليه المصل واللقاح احنا بنصر عليه؟ لان احنا نقل والتبريد والتخزين في المصل واللقاح شيء مضمون جدا، لانه هو الجهه الوحيده اللي بتورد الامصال للدوله، فبالتالي اول جهه مضمونه المصل واللقاح. وزاره الصحه موفراها في المراكز الصحيه، الصيدليات الكبرى. غير ذلك انا ماشي ان انا اخده من صيدليه صغيره اللي واقف فيها مش طبيب، يبقى الصيدليات الكبرى مصل واللقاح وزارة الصحة طبعا منزلها بصورة مدعومة في المراكز الصحية. عظيم. طيب حضرتك وانت بتتكلم عن الفيروسات المنتشرة ذكرت المخلوي انه بيصيب الاطفال والرضع، ازاي الاهالي تتعامل مع الاطفال والرضع، وفي اي حالة من الحالات بنحتاج الذهاب لطبيب مثلا او مستشفى؟ طب المخلوي او الفيروس الكسيبات الهوائية هو فيروس مش جديد، هو فيروس موجود من زمان، ولكن بيصيب الانسان الشخص البالغ او الطفل الكبير على انه دور برد. الخطوره اكتر في الطفل الرضيع او حديث الولاده، وفئه معينه من حديث الولاده فئه الطفل المولود بعيوب خلقيه في القلب او عيوب خلقيه في الرئه. المخلوي بيكون وقعه خطير، لان فيروس الكثافات الهوائيه الرضيع تبقى القصبه الهوائيه بتاعته او مجرى التنفس بيبقى قصير جدا، فبالتالي عند الاصابه بالمخلوي اللي هو فيروس مخاطي الافرازات المخاطيه بتنزل الى مجرى الرئه وتصيب نوع من الالتهاب الشعيبي الدقيق، ويشعر الطفل بنوع من صعوبه التنفس والكحه الشديده وارتفاع الحراره. لو طفل رضيع وعنده صعوبه في التنفس شديده جدا، يعني مش قادر ياخد نفسه واحنا في الموسم بتاعه، يشخص بنسبه كبيره ده فيروس مخلوي، هيتوجه للطبيب. طبعا نسب شفائه جيده جدا. الفئات الاكثر خطوره اللي احنا قلناها اللي هو طفل مولود بعيب خلقي او طفل مولود بعيب خلقي في الرئه، ده اللي يلتزم الكشف الطبي في المستشفى ومتابعه حالته. غير ذلك من الفئات الامور بتستقر بنسبه كبيره جدا، ما فيش خطوره من المخلوي الا على الرضيع، وخصوصا الرضيع المصاب بعيوب خلقيه في القلب او الرئه. طيب دكتور امجد، زي ما كنا بنتكلم في بدايه مداخلتنا مع حضرتك، فصل امشير بدا النهارده والجو بالفعل برد، وفي يمكن دلوقتي ده الموسم، موسم يعني نزلات البرد، ازاي ممكن احنا نخلي بالنا في هذا الفصل تحديدا عشان نحمي نفسنا او نحمي حتى اطفالنا او الاشخاص كمان الاكثر عرضه زي ما حضرتك ذكرت من مخاطر واصابات تنفسيه ممكن تحصل؟ طب هو امشير مش موسم نزلات برد بس، موسم حساسيه للاسف. ليه امشير؟ ليه عنده الحاجتين؟ ليه عند الناس نزلات برد ومرضى الحساسيه بيعانوا في امشير اكتر؟ هنقول امشير لانه موسم تقلبات جويه، احنا بنشوف فصول السنه كلها في امشير، هنلاقي ايام صيفيه، ايام شتويه بارده، ايام متربه، فبالتالي تواجد فصول السنه، الام انا هخفف لطفلي، لا الجو النهارده حر، لا احنا صيف، لا احنا شتاء، على طول هيجي لنا نزلات برد وصدمات حراريه، هيجي لنا انفلونزا، هيجي لنا برد، هيجي لنا مخلوي، فبالتالي التقلبات الجويه ما بين انخفاض وارتفاع الحراره هو موسم للاسف للفيروسات التنفسيه. بجانب امشير مشهور بالتراب، يعني هو اسمه شهر ابو الزعابيب، يعني مشهور بالاتربه، ومشهور ايضا يا جماعه ببدايه تفتح الظهور وحبوب اللقاح، ودول من اشد المواسم خطوره على مريض حساسيه الانف والصدر قليل. بمعنى ان عندي خطورتين في امشير، خطوره تقلبات جويه وارتفاع وانخفاض في نزلات وعدوات فيروسيه وموسم انتشار للبرد والانفلونزا. عندي اتربه وحبوب لقاح، وده اكتر واشد موسم على مريض حساسيه العين، هنلاقي العين تدمع، الشخص يدعك في عينه، هنلاقي زياده نسب العطس والزكام والحكه الانفيه، هنلاقي زياده موسم نسب الاصابه الرئويه بالازمات الربويه الحاده. طب هنعمل ايه للعدوات التنفسيه وهيعمل ايه مريض الحساسيه؟ هنقول للامهات خلينا ثابتين على الملابس القطنيه الثقيله خلال هذا الفصل، ما تتغرش بالارتفاعات والانخفاضات، ثبت لبس طفلك خلال هذا الموسم.
هنقول له خد لقاح الانفلونزا، لا يزال مهم ان احنا ناخد لقاح الانفلونزا. هنقول له لو التقلبات الجويه قالوا النهارده في تراب وغبار هنلبس الكمامه. طب ليه الكمامه؟ هو احنا في كورونا؟ لا، كمامه مش كورونا فقط ولا انفلونزا، اه بتقي من العدوات الفيروسيه ولكنها ايضا بتحجب دخول الاتربه وحبوب اللقاح الى مجرى التنفس، فبالتالي دخول الاتربه اكبر مهيج لحساسيه الانف والصدر للمريض الحساس، الكمامه ستشكل حائط صدري. عظيم جدا دكتور. احنا ليه خلال الفترة الأخيرة دي بقينا بنسمع أصلاً عندي برد بقالي شهر؟ يعني طبعاً احنا مش هنصنف بقى دلوقتي لأن احنا مش عارفين هو برد ولا إنفلونزا ولا مخلاوي ولا كورونا، بس الموضوع بقى بيطول كتير قوي مع الناس. هضيف لك برد وكحة، الناس بتقول لك أنا بكح بقالي شهر أو أكتر ومراخيري مسكومة بقالها شهر أو أكتر. طب في تفسيرين اللي بيحصل ده. التفسير الأولاني إن الشخص يعتقد إن دي إصابة وحيدة أو ان هو من دور البرد اللي جاله في اول شهر او شهرين هو ما خفش لحد دلوقتي. لا، قد تكون اصابات متعاقبه من الاربع فيروسات اللي احنا قلناهم والشخص ما بيلحقش يتعافى من دور ويصاب بدور اخر. بمعنى انت جالك انفلونزا من شهر، تعافيت شويه، بعدها باسبوع او 10 ايام جالك برد، الاعراض زادت تاني، تعافيت شويه، بعدها جالك مخلوي، تعافيت شويه، جالك كورونا، فتعتقد ان هو نفس الدور. ده سيناريو وده كتير. السيناريو التاني ان احنا عندنا بعض ما بعد الاصابه التنفسيه. يعني ما بعد الإصابة التنفسية؟ بعض الأشخاص اللي بيصابوا إصابة تنفسية بالبرد أو الإنفلونزا أو المخلاوي أو كورونا بتترك آثار رئوية أو آثار أنفية. بمعنى إن أنت قد تصاب بعد دور البرد بالتهاب مزمن في الجيوب الأنفية، فمناخيرك تفضل مسكومة وبتسيل وتعمل إفرازات خلفية. الإفرازات الخلفية دي قد تكون أكبر مهيج للكحة، والشخص بيعاني من بلغم وإفرازات في زوره وكحة متواصلة بقاله شهر أو أكتر. أو أنت قد تكون مريض حساسية والإصابة الفيروسية اللي جات لك تعتبر مهيج لحساسية الصدر، فبالتالي هيجي الكحة والكحة عندك مستمرة. طب العيان ده هيتعامل ازاي في الكحة المطولة او البرد المطول؟ هقول له مراخيرك، العناية بالانف مهم جدا ان انت تستخدم بخاخات محلول الملح. هقول له استخدم مضادات الحساسية. هقول له احنا وقتيا خلال هذه الفترة هنرجع نستخدم البخاخات تاني. طيب على ذكر البخاخات بقى وموسعات للشعب، قبل كده كنا مثلا بنسمع انه الاطفال اللي بيستخدموا البخاخات والماسكات اللي بيكون فيها محلول ملح وبعض الاضافات دي الاطفال عندهم حساسيه صدر، انما دلوقتي بعض الدكاتره بقى في اتجاه كده انه بيعالج الكحه باستخدام هذه البخاخات او الماسكات والاجهزه دي، هل ده صحيح؟ طيب احنا هقارن ما بين سيناريوهين. طفل بيكح وتعبان افضل اديله في ادويه كورتيزونيه ومضادات حيويه كتيره جدا عشان يصل جزء منها للرئه اللي هي فيها بلغم وفيها التهاب، واخد كورسات كتيره جدا قد تضر صحته وقد تضر مناعته، مقابل ان انا اعمل له جلسه فيها بخار بيذوب المخاط اللي موجود في الانف والصدر وفيها ماده موسعه للشعب ومضاده للالتهاب تصل الى الرئه مباشره اللي هو الجزء المستهدف بالاصابه اللي هي الرئه. ابني بيكح او انا بكح وعندي افرازات كتيره في صدري وبلغم، انا جنبته ان هو ياخد ادويه تدخل عن طريق الفم من مضادات حيويه وكورتيزونيه وادويه فمويه قد تضر معدته او كليته او كبده. اديته بخاخات موسع للشعب ومضاد للالتهاب، ادى الغرض الطبي ان هو وسع الشعبات الهوائيه وقلل الالتهاب فيها. فالبخاخه مش مقتصره على مريض الحساسيه فقط ولا غير، لان مريض الاصابه الرئويه ما بعد الاصابه التنفسيه للرئه بيكون اعراضه تماثل اعراض الحساسيه بالظبط. يكون هناك ضيق في الشعبات الهوائيه، يكون هناك التهابات وافرازات مخاطيه تماثل مريض الحساسيه بالظبط، فبالتالي اللجوء للادويه الموضعيه التي تكون اقل اثارا جانبيه مثل البخاخات وجلسات البخار بتكون انسب لبعض صحيح. المرضى، طبعا مش كل المرضى. ليه؟ لان زي ما قلنا انا ما بدخلش جسمه ادويه كتير، ما بضرش كليته، ما بضرش صحته، بلجا لادويه بسيطه تؤدي الغرض بدون اثار جانبيه زي البخاخه. احنا بالفعل مش كل مرضى الحساسيه بس اللي بنديهم بخاخات، انا عندي مرضى ما بعد كورونا، مرضى ما بعد الانفلونزا والالتهابات الشعبيه، البخاخات وموسعات الشعب الموضعيه والجلسات بتجيب نتيجه جيده جدا جدا، خصوصا فيما بعد الاصابه او الدور المطول او الناس اللي عندها تاريخ مرضي الحساسيه كانوا مستقرين ما بعد العدوى الفيروسيه حصل لهم نوع من الازمات او الالتهابات الشعبيه المزمنه. نعم، نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه بالهيئه العامه للمصل واللقاح، نشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات.